شايف يا عاطف الإعلانات اللي في الشوارع؟ أهي البلد عاملة زيها بالظبط، فيها اللي بينور ويطفي، وفيها اللي منور على طول، وفيها اللي مطفي على طول. إيه رأيك بقى في مشروع يخلينا ننور على طول؟ حد يكره، بس هو إيه؟ جورنال. جورنال يا عاطف، جورنال يبقى بتاعي وبتاعك أنت كمان. أنا؟ أيوة أنت. بس ده مشروع وهمي. ليه وهمي؟ محتاج فلوس كتير وإجراءات ورق. حضرتك عايشة في بلد بتوقف المراكب السايرة، عايزة تمشي مركبة؟ وبعدين مين قالك إن الجورنال ده هينجح؟ تبقاش أهبل، أنت فاكر إن البلد دي هتفضل على حالها كده؟ بص حواليك، السنين اللي جاية دي كلها شخلعة وفهلوة وخفة يد كمان، وأنا وأنت مع بعض ممكن نبقى حاجة كبيرة قوي. أنت بتبصلي كده ليه؟ أنت حبتيني مش كده؟ أنت مغفل؟ أحبك إزاي وتحبني إزاي؟ انت يوم لما تحب هتبقى بنت في سنك او اصغر منك، وهي كمان لو حبتك هيبقى كده برضه زي البنت اياها. يا عاطف انا بالنسبه لي الحب راح وزمنه راح. هي كمان شكلها راحت. المساله مساله احتياج، بنجوع بناكل، بنعطش بنشرب. المساله بيني وبينك هتبقى كده بالظبط، مفيش احتكار. مش فاهم. يعني أنا مش مراتك ولا حبيبتك عشان أحاسبك. وحضرتك هتبقي كده برضو؟ حضرتي ست محترمة، ست مش طفصة، محبش أكل غير وأنا جعانة وأكلتي خفيفة. أنا بتعلم. دي شروطك؟ لأ، شروطي كتير، بس أهم شرط فيهم إن مفيش تغيير في المعاملة اللي بيننا. كل واحد فينا لازم يعرف مكانه بالظبط ويلتزم بيه. يا عاطف أنا قريت الجوع اللي أنت فيه من نظراتك ليا أول مرة شفتك. يا أستاذة أنا جعان كل حاجة في الدنيا، عشان كده واحدة واحدة عليا شوية. ماشي. جراح على فين يا أستاذة؟ بحب أمشي في الشوارع بالليل وهي فاضية، بعرف أفكر. هو في طريقتين، لا مش اتنين، تلاتة. يا نعمل شركة، يا نشتري رخصة جورنال، يا نجيب رخصة من قبرص. ايه الطريقة السهلة المضمونة يعني؟ ان احنا نشتري رخصة. وفي حاجة للبيع؟ على طول. على كام؟ 2 مليون، بس بالتفاوض ينزل 1.5. مش قلتلك مشروع وهمي؟ وحضرتك بقى معاك الفلوس دي؟ ما كانش ده بقى حالي، بس ممكن نتصرف. ونتصرف ازاي؟ قليل ونسرق بنك حاجة زي كده. يا نهار اسود. ازيك يا سمسمة؟ ايه مش فاكراني؟ لا مش فاكرة، ما انت عارف بيمر عليا كتير. هو انا عقلي دفتر؟ عندك حق، أنا كمان غبتي طولت حبتين. حسوبك أبو قرن، افتكرتيني يا سمسمة. آه كفارة يا أبو قرن، احمد ربنا إن الراجل ما ماتش. إيه لسه سيرة رجب الفرخ بتجننك؟ الله يكسفك يا بعيدة، وليا زي الحداية صحيح. طيرتي مفعول الحقنة قبل ما يجري بجدتي. تعال اقفل الباب. انا مش قلت لك اول مره هتبقى عندي؟ بس دي مش شقتك يا استاذه، دي واحده من شقق اللي باجرهم مفروش. تعال. ايه ايه مالك؟ ماليش، انا كويس. طب ادفي النور وتعال. يا ابني استنى، مش كده. ايه ده؟ اقول لك نكته؟
أبيحة؟ لا عادية. قول. مرة جوحة اشترى 3 تفاحات راح البيت ياكلهم براحته وراح مولع شمعة. فتح أول واحدة لقاها مدودة راح رميها، فتح تاني واحدة برضه لقاها مدودة راح رميها، وبعدين راح طفي الشمعة وماكل التالتة. يا ابن المعفنة بتلقح عليا؟ لا والله يا أستاذة، وأنا طول أكل تفاح أصلا؟ أنا معاكي في الضلمة وفي النور اللي تأمري بيه. طب تعالى يا جحا. لو سمحت، مش دي الطياره اللي جايه من السعوديه؟ ايوه يا حاج. الله، هما ما بيطلعوش ليه؟ هيطلعوا ان شاء الله. اصبر يا ام عاطف، ساعات الشنط بتتاخر يا ماما. نورة؟ يوه جرالك ايه ياما؟ مش عارفاني. ايوه انا نورة. هعرفك ازاي وانتي عاملة في نفسك كده؟ فين جوزك؟ الشيخ معتمد. تعالى سلم يا شيخ معتمد. انا بقول نسلم في الوسع عشان لا نعطل الطريق. خلاص هما وصلوا بالسلامة، نسلم في الوسع. مش عارفة ليه بس تعبت نفسكم.